جمع القصر المسافر من ما جاءت به الشريعة. أما القصر فهو سنة كما دل عليه قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا. وفيهما أيضا أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، ثم زيدت صلاة الحضر وأقرت أي هذا العدد في السفر. فالسنة ثابتة في القصر وفيما إذا صلى المسافر منفردا أو صلى هو إماما للجماعة. أما إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم، لما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل: ما بال نصلي في مكة أربعا وفي الحج يعني وفي منى ركعتين؟ قال: تلك السنة.